محسن. من 8 إلى 10 في نيو جيل على جيل اف ام. معقول مش معقول شو مر علي بحياتي كسرت الحواجز كلها. شكي شكي نيو جيل مع محسن كل جمعة من 8 إلى 10. نيو جيل نيو جيل نيو جيل سمعني صوتك سمعني صوتك. انتم اللي خيرتوا راديو جيل اف ام. عليكم السلام ومرحبا بكم معنا على موج 94.7 اف ام. الساعة راهي 8 وكيما كل جمعة في هذا الوقت راكم تسمعوا في نيو عدد من نيو جيل. تسمعونا على موج جيل اف ام 94.7 اف ام. احبابنا في الشرق الجزائري تسمعونا الموجة المتوسطة 531. احبابنا في الغرب الجزائري تسمعونا على الموجة المتوسطة 549. وناسنا صحابنا وحبابنا داخل وخارج الجزائر يسمعونا على موقع جيل اف ام راديو الجيري بوان دي زد سلاش جيل اف ام. راكو تسمعوا في الإذاعة رقم واحد في الجزائر الإذاعة اللي تسمعكم كيما انتو ما تسمعونا. احنا تاني نسمعكم على لاباج تانا نيو جيل سور فيسبوك. نيو جيل على الهواء مباشرة من دوك وحتى للعشرة في ليلة خاصة ليلة استثنائية ضيفتنا لهذه الليلة. ضيفتي لهذه الليلة فنانة من ألماس صوتها مليء بالإحساس أحبت الناس فأحبها كل الناس لما تغني تسمعها كل الحواس. بحب وحماس نستقبل نجمة الجماهير التي استطاعت أن تكون محل اهتمام الجميع في وقت قصير. فقا على حبها جمهور كبير كنزة مرسلي. مساء الخير. مساء النور محسن ومساء الفل والورد والياسمين على كل اللي رامي سمعوا في إذاعة جيل اف ام في داخل الوطن أو خارجه. مرحبا بك كنزة. أولا نشكرك لأنه هذا أول لقاء مباشر لك بعد خروجك من الأكاديمية، لقاء مع جمهورك في الجزائر وخارج الجزائر. وبالعادة تعرفي أنت خريجة معهد العلوم الإعلام والاتصال أنه في أي حوار كاين اللي يبدأ من المهم في الأكثر أهمية، كاين العكس يبدأ من الأكثر أهمية يروح للمهم. أنا نفضل نبدأ بالأكثر أهمية. نظر الأكثر أهمية بالنسبة لكنزة الآن هو الجمهور تاعها. أكيد الجمهور اللي يستنى فيك في الجزائر وخارج الجزائر، الشيء اللي كي حابة تقوليه تفضلي. طبعا هذا أول لقاء إذاعي يسمعوني صوت فقط، وأول مرة راهم يسمعوا فيها صوت، ما عارفين يسمعوني يشوفوني. فحابة نوجه لهم تحية ونقول لهم بلي توحشتكم بزاف، و يعني على قد ما عددكم كبير على قد ما بالنسبة لي انتم كلكم شخص واحد، وكنت نتكلم كأني نتكلم مع شخص واحد. فنقول لكم نحبكم بزاف، وعلى بالي بلي راكم تسمعوا فيا ناس بزاف راهم يسمعوا فيا دركا، فحنحاول نفهمكم وحنحاول انو جدني بزاف تعليقات يقولوا لنا بيضوا شويه اللهجه باش نفهموكم، لانه راهم يعني لو نشوفوا نصيبوا الناس اللي راهم يشوفونا من برا ممكن اكثر من راهم يشوفونا هنا في الجزائر. فحنقول لهم ان شاء الله راح نقدر نبيض لكم اللهجه كما كنت مبيضها في الاكاديمي، بصح لازم يجيكم نهار اللي تقدروا تفهموا فيه اللهجة الجزائرية كما لازم. صح. نقول الكامل المستمعات والمستمعين خارج الجزائر من الوطن العربي وين ما كانوا نحيوهم تحية كبيرة. نشكرهم أولا على التواصل في صفحة البرنامج على الفيسبوك، قالوا لنا بيضوا اللهجة كما قلتي كنزة. كنزة تحبكم بزاف وبرشا وهلبة وايد. صح
هدوم على نوع برشا هلبا وايد كتير هواية عراق مرة سعودية أوي مصر كاين بزاف لهجات كنزة الشيء المميز اللي تبع برنامج ستار أكاديمي أنك كنت طبيعية لحد كبير مقارنة بالزميلات والزملاء اللي معاك وكذلك مقارنة بالطبيعة اللي فاتت لأي مدى حتكون طبيعية اليوم كنزة باش تجاوب على الأسئلة تاعنا وعلى تاع الناس في الصفحة طبعا أنا دايما طبيعية والشيء اللي لاحظوه بزاف عليا الناس هو أنا طبيعية وعفوية زيادة عن اللزوم أحيانا يعني يعني عمري ما نقدر نتبدل وعمري ما نقدر نبدل روحي نبقى هكا لأنه الناس حبتني هكا أكيد حبوك هكذا وكيما توحشوك وحبوا يسمعوا أخبارك أكيد أكيد توحشوا يسمعوا صوتك أنا كابيلا هكذا دخلة اللي حبيتيها تفضلي بصوتك الكامل اللي يسمعوا فينا وحشتوني 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 وحشت عيوني وفكرتوني باللي كانت رارارارارا ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني 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 وحشتني ليالي زمان برافو هذا هو صوت كنزة مرسلي كيما عرفتوه راح تسمعوه اليوم أكثر من مرة لقاء تاع اليوم كنزة كيما تعرفي راكي في إذاعة الشباب والموسيقى في نيو جيل احنا بالعادة نستقبلوا فنانين من الجيل الجديد ونقدر نقولوا باللي حاليا كنزة هي نجمة نيو جيل يعني نجمة الجيل الجديد الحوار حيكونوا فيه مفاجآت على بالي بلي تحبي بزاف المفاجآت نحبها ونخاف منها صارة راح يكونوا مفاجآت بزاف وراح يكونوا في كل مرة نحكي ونغنيو راح يكونوا دي كويز أسئلة خفيفة مرة نطلب منك أنك تجاوبي بسرعة مرة نطلب منك تجاوبي بالغناء ونبدأ بالكويز الأول نيو جيل الكويز الكويز نيو جيل الكويز نيو جيل الكويز الكويز تحية كويزية لكل مستمعات ومستمعي جيل فام داخل وخارج الوطن تقدروا تلعبوا معنا في الكويز تدخلوا لصفحة نيو جيل وتكتبوا الأسئلة اللي نطرحها على كنزة وين ما كنتوا ديجا كنا درناها صفحة رواجور اسأل كنزة كاين 5000 سؤال وقيلة لازم الجماعة يجوا يقرأوا معايا ماليش اللي رام يسمعوا فينا دوك يقدروا يدخلوا ويطرحوا أسئلة الكويز الأول كنزة رح نعطيك ثلاث كلمات أكيد عندها معنى عندك وكل كلمة تعطيني المرادف تاعها بالنسبة ليك في كلمة اثنين ثلاثة على أكثر تقدير الكلمة الأولى الحنوة شباب نقطة البداية الكلمة الثانية ستار أكاديمي مش نقطة النهاية لا مش ستار أكاديمي باب النجومية والكلمة الثالثة الكلمة الثالثة نستنى ردك يا كنزة هي كلمة قريبة منك هذه الموسيقى رومانسية الجزائر الجزائر أمي موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك
الجزائر هي أملة كامل كنزة، نقول كامل المستمعات والمستمعين دمع عيون كنزة، وأكيد هي دموع افتخار، دموع افتخار والحب. وأنا خليني نقول ونسمح لنفسي باسم كل الجزائريين نقول لك شرفتينا. الله يسلمك الله يسلمك. تبتزعف من أي ماك ما لازمش نبكر لك بدا من بيت البرنامج. لا هذه دموع فيا، وأنا يعني وطبعا تأثري بحبي لبلادي، وطبعا هذه الأغنية بالذات أنا تأثر فيها خصوصا بصوت الفنان الفلسطيني مراد سويتي. فأنا أول مرة سمعت هالأغنية منه صار لي كما راهو صار لي درك، وكل مرة نسمعها نفس الشعور نفس الموضوع. وطبعا هادو دموعي ماشي فقط تطلي حبي للجزائر أو افتخاري إني جزائرية، لكن حبي لانتمائي ولقوميتي للوطن العربي عموما، خصوصا مع الشيء اللي راهو حصل في الآونة الأخيرة، هذا هو الشيء اللي سبب لي هذا الشعور. قولي لي وش تحس كنزة على بالي سمعتيها من اليوم ومن كثير من الجزائريات والجزائريين تلاقوا بك استقبال كبير كان في المطار، أنا كنت حاضر، وتعليقات وقرينا يعني ربما كاين نقطة كحلة في حيط بيض، هادو كل ربما ينتقدوا حتى انتقاداتهم ماشي حاجة، لكن الأغلب يقول لك أنك شرفتي للجزائر. الحمد لله، وهذه الكلمة اللي لأكثر كلمة تفرحني من يوم ما وصلت، الناس شرفتينا يعني ممكن يقول لي نحبك ونموت عليك ودرت وتصوت لك ومنا نورمال نفرح، بس كلمة اللي تفرحني كلمة شرفتينا، لأنه صح أنا كنت رحت للستار أكاديمي أولا باش نكون نفسي لأجلي على نفسي، ما روحش زعما هدفي الأول هو بلادي الحق يقال، لكن كان هدفي أني نمثل نفسي ونمثل بلادي ونكون يعني شخصية بارزة مميزة، مش واحدة جازت وخلاص، لازم كي نجوز ولا الناس تشوف تقول هذه جزائرية، حتى اللي يشوفني نمثله، فهمت؟ سواء باللهجة سواء بالتقاليد سواء باللبسة سواء بالغناء، فهذا الشيء اللي أنا من الأول يعني من طول الفترة اللي حلمت بها أني روح الستار أكاديمي من بين أهدافي كان عندي هذا الهدف، فالحمد لله يعني وصلت للكلمة اللي كنت حبتها. الحمد لله، اللقاء هكذا بدأ وحيكون أكثر تشويق دائما معكم، والحاجة المليحة في هذه الطبعة ستار أكاديمي أنه البداية قبل ما تكتشفوا حضوركم ومشاركتك كانت أغنية جزائرية. إيه، وأنا تفاجأت فيها يعني لما شفتها في الريبيتيسيون في الريهرسل كما يقولوا بشي يفهموا، يعني لحمي تشوك ودوك يتلحمك تشوك لحمك ينزيدوا سمعها شوية مشي كما نهار الأول. يلا نسمع كيف على موجه لفام ونرجع لكم دايما مع نجمة الجزائر والعرب كنزة مرسلي. Let's go.
جمعة من 8 ل 10 تاع الليل. نيو جيل مع محسن انت هو الأصداق. كنتو مازالكم وراح تبقاو تسمعوا في نيو جيل على إذاعة جيل أفهم. وضيفتنا في سهرة اليوم نجمة ستار أكاديمي نجمة الجزائر والعرب كنزة مرسلي. كنزة مرحبا بك من جديد على موجة جيل أفهم. مرحبا. خلاص ما زيدوش نبكوك دوكا، غير ضحك من دوكا حتى العشرة، غير ضحك إلا الضحك دوكا إن شاء الله. كنزة قبل ألحان، قبل ستار أكاديمي وبعد ستار أكاديمي، هل تغيرت أشياء فيك وحواليك؟ أكيد، يعني كما يقولوا المثل المصري، دخول الحمام مش زي خروجه. أكيد رح يكونوا حوالي بزاف تبدلوا فيا شخصيا، ما كاش حاجه تبدلت ككنزة الانسانه وكنزة الشخص، ما الحمد لله حاجه ما تبدلت، لكن في حياتي عموما طبعا بزاف بزاف حاجات تبدلوا، اهتماماتي تبدلت، مشاريعي تبدلت، يعني صورتي تبدلت. كنت نخرج عادي برا ونمشي واحد ما يعرفني، دركا ما نقدرش نخرج بالدار. يعني هذا الشيء بالك ما يعرفوش الناس، انه من يوم ما رجعت من ستار اكاديمي ما خرجت كامل من الدار، سواء يعني اللقاء اللي رحت المره اللي فاتت فيه وهذا اللقاء فقط خرجتين. فهذا هو اكثر شيء اللي تبدل في حياه كنزه، و يعني دركا تفكير كنزه هو الشيء اللي تغير بزاف. تفكير كنزه كيفاش راح تكمل مشوارها. صح، انت نعرفوا انه حلمتي بدخول الاكاديميه، حلمتي بالشهره، بالنجوميه، باش تولي فنانه، باش توصلي صوتك، هذه الموهبه اللي عندك واللي عطاها لك ربي سبحانه. وصلتي للحلم تاعك وجستي في برنامج ستار اكاديمي، كان قدر المرور تاعك يكون عادي، لكن بحكم الموهبه اللي عندك، بحكم صوتك، بتربيتك، بقناعاتك، فهمنا انه الجزائريات والجزائريين يحبوك، لانه احنا الجزائريين دائما متساندين في وقت الفرح، في وقت الشده دائما متساندين. لكن نقدر نقولوا كنزة مرسلي كسرت القاعده اللي ربما نشوفوا عند كامل الزملاء تاعك، ولا حتى اللي قبل اللي دخلوا الاكاديميه، وين اجتمع على حبك كما قلت كل متابعي البرنامج من المحيط الى الخليج، وليتي محل اهتمام الجميع. فرايك علاش؟ مش فقط محل الخليج، كان كوريا تاني. ونظن بلي كاين للهند، ولا ما يسمعوا فينا ناس من الهند يكتبونا في لاباج نيو جيل. مساكن ما يفهموا والو. جيتو ايمانينا. ولكن كاش واحد يسمعني من كوريا نقول له سارة هي دادو، هذه زوج كلمة اللي نعرفهم، معناتها نحبك ودادو انا تاني. طبعا هذا الشيء يفرحني بزاف. طبعا انا ما كنتش عارفه انه كنا في الاكاديمي وكنا معزولين على العالم الخارجي، فكنا نشوف فقط يعني اصداء الناس من السوشيال ميديا، من تويتر ومن الفيسبوك، اللي كان عندنا حصتين في الاسبوع كنا نشوفوهم، لكن ما يكفيش باش تقدر تشوف كامل الناس اللي تحبك، وتقدر يعني تقيم هذاك الشغف وهذاك الحب كيفاش. يعني انا ما تصورتوش، يعني قلت ممكن يكون عندي شعبيه، ممكن يعني في بلادي هذا الشيء كنت متأكدة منه، أنه أولاد بلادي حين يحبوني، لكن أنه يحبوني يعني معظم كل العالم العربي، يكون عندي جمهور في كل بلد وفي كوريا وفي ما بيش من تاني، فهذا الشيء اللي ما كنتش نتصوره أكيد. ونظن هذه المحبة الكبيرة اللي هي حبينا ولا كرهنا، يعني من غير الصوت والحضور راس مال أي فنان هو الجمهور تاعه. يقدر يكون فنان عنده كلش، صوت، عنده موهبة، عنده حضور، ما عندهش جمهور ما يقدر يدير والو. يعني محبة الناس هي تكليف أكثر منها التشريف. على بالي باللي راكي تخمي ليل ونهار هذا الشيء، إذا راكي ترقدي هذا الجمهور اللي يحبك ودعمك أو يسنى كنزة رانا نحبوك، لازم تمدي لهم حاجة على قد محبتهم. صح، يعني هما على قد ما يحبوك. طبعا مثل هذه البرامج اللي تخليك يعني شخص مشهور في وقت وجيز،
على قد ما تكتسب شهرة كبيرة، على قد ما لو كان ما تستثمرهاش ولو كان ما تكملش ولو كان ما تخدمش على روحك، على قد ما راح تخسرها. أنه مستحيل الواحد يحبك وما يدي من عندك والو، يعني يحبك وانت ما جبت له حتى جديد، ما عطيتلوش. يعني طبعا الحب شيء متبادل، لازم انت تعطيه هو يمد لك. فان شاء الله يا ربي عن قريب عن قريب، يعني ما نوعدهمش بتاريخ معين، لكن ان شاء الله راح يكون في عمل ويخليهم يعني يحسوا بهذاك الحب اكثر ويقولوا ما حبيناهاش باطل. نقولوا من المستمعات ومستمعي جيل فام، راكو تسمعوا في الاذاعه اللي تسمعكم، ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك نيو جيل، راح تقدروا تكتبوا اسئله رايكم وانا راح ننقلها مباشره للكنزه قدامها تاني كمبيوتر، راح تشوف تعليقاتكم، تقدروا تتواصلوا معها مباشره في اول لقاء مباشر اذاعي لكنزه مرسلي. هذا اللقاء اللي تخلو مفاجآت كثيرة، والكويز نروحو للكويز. نيو جيل الكويز، الكويز نيو جيل الكويز، نيو جيل الكويز، الكويز. كويز تاني مع كونزا مرسلي. هاد الكويز احنا مدلك تلت كلمات عندهم علاقة بيك، عندهم شي في قلبك، ما تجاوبينيش بالكلام. مقبلة جاوبتيني بالكلام، هاد المرة حتجاوبيني بالأغنية، بالغناء، بالأغنية. بصوتك الجميل ليغني كل ما هو أصيل كونزا مرسلي. وأول كلمة أمك. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. بكوي ما قلت دايما دايما تبكيني بكيتك. هذه الكلمة الأولى وكانت وقفة معك. تحية كبيرة للسيدة أم كنزة اللي وقفت معك، وحسين هذه الحرارة اللي موجودة عند كل أم جزائرية. ربي يخليها لك. مام بزيادة، شوية زيادة. ونظن باللي بزاف الجزائري حسوها يماهم، باسكو شفنا كيفاش تحب بنتها، وإن شاء الله تبقى وقفة معك إن شاء الله يا ربي، وتشرفيها هي وتشرفي أمك الكبيرة هي الجزائر، والأكبر هي الوطن العربي. تاني كلمة ونذكرك أنك تجاوبي بالأغنية. جمهور كنزة مرسلي. جاوبي بغنية حاجة اللي حضر الجمهور تاك، أغنية اللي تعبر عن محبتك للجمهور تاك. جمهوري يعني قد ما نوصف ما قدرش وبحبك والله بحبك، والله 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 بحبك قد العيون سود، حبك ترارارا وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا. يا حبيبي بحبك والله بحبك، والله 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 بحبك قد اللي فات من عمري بحبك، وقد اللي جاي من عمري هحبك وشوف قد ايه، شوف قد ايه بحبك. الله ربي يخلي لك هذا الصوت، وان شاء الله يكون الجمهور اللي حملني مسؤوليه كبيره. قول كنزة نحبوها شوفي في السعوديه، في مصر، العراق، فلسطين، الجزائر، ما نحكي لكش، كامل الولايات، كامل 48 ولاية بلغوني هذا السلام، ونقولهم على المباشر باللي هذه الأغنية راهي ردت لكم كنزة. وأكيد عندنا وقت كبير باش نردوا على الأسئلة تاعهم في الصفحة تاعنا نيو جيل. ثالث كلمة الجزائر. كل يوم الحال ما يدوم كل يوم في
في منامي نحلم وانا يا النوم وانا يا النوم في قصور البهجة وشموع ضاوية وشموع ضاوية كل يوم كل يوم هاد الحال ما يدوم كل يوم كل يوم كل يوم تعيا بلادي زاهية. أمين يا رب العالمين تبقى بلادنا زاهية وكامل دول العالم العربي. كان هذا هو تاني كويز لي كنزة مرسلي مدام جاوبتي تمتم بالخف وأغاني في الصميم عندك هدية سيربريز رقم واحد. يا غرامي يا كلامي يا أحلامي حبيبي إلى سندريلا الجزائر أو بالأحرى نجمة الوطن العربي في كل مكان. كنزة أنت من أول يوم كنت فيه نجمة ومن أول ظهور لإلك أثبتي أنك نجمة. أنا بتمنى لك كل التوفيق ونصيحة مني يا كنزة ما توقفي بطريقك أي شيء. خليكي عارف وين رايحة وعارف طريقك واختاري أغانيكي بفكر يكون كتير ذكي. أنا بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله دائما بالنجاح وحب الناس أنت فعلا بتستاهلي. معكم على جيل اف ام سامو زين مع محسن. يعني محسن مصمم يبكيني اليوم على بليش هلا. تحية كبيرة للفنان سامو زين اللي راه يسمع فينا. كبيرة 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 للفنان سامو زين و يعني ما لقيتش كلمة نشكره بها على هاد المفاجأة الرائعة. طبعا أنا سامو زين كنت نعرفه قبل ستار أكاديمي لأنه جاءنا الأهل وشباب و وغنيت له أغنية ف ولما خرجت اكتشفت أنه كان حاضر عليا كلام جميل و صراحة يعني كلامه وسام نعلقه على صدري. نحبكم بزاف معكم سامو زين اسمعوني على 94.7 جيل اف ام.
نيو جيل مع محسن كل جمعة من 8 ل 10 تاع الليل. نيو جيل مع محسن انت هو الستار. ونجمة سهرة اليوم هي كنزة مرسلين. ونجدد التحية لكل مستمعات ومستمعي جيل فام داخل وخارج الوطن. تسمعونا على موجة 94.7 فام. حبابنا في الشرق الجزائري يسمعونا على الموجة المتوسطة 531. وناسنا وحبابنا في الغرب الجزائري يسمعونا على الموجة المتوسطة 549. كما يسمعونا داخل وخارج الجزائر على موقع جيل فام راديو الجيري .dz/جيل فام. وحنا باش نسمعوكم ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك نيو جيل ان كتبت لمن يريد ان يسال كنزاك باش نعرفوا الناس اللي راه معنا الان يدخلوا ويطرحوا لك اسئله كنزا. كذلك الناس اللي راهم يتصلوا بنا نقول لهم ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك احنا نعطيكم وقت كبير ونجاوبوا على كل التساؤلات. كنزا من غير صوتك اللي لا غبار عليه صوت شباب بزاف براي المختصين والعارفين. اكتشفنا كامل موهبه التمثيل خاصة في الأكاديمية. أنت كانت عندك تجربة قبل الأكاديمية وكان حديث على ترشيحك لبطولة مسلسل الراحلة وردة الجزائرية. لو عرض عليك الدور يعني هو صح أنا عندي موهبة في التمثيل لكن دور كما هذا مش سهل. اولا لانه سيره ذاتيه وسيره ذاتيه لا عملاق في الفن اللي هي ورده مش سهله. فانا بصراحه يعني حاليا ما نقدرش نعطيك الجواب, ما نقدرش نعطيك رايي في الموضوع, لكن انا نتمنى يعني شيء يشرفني لكن في نفس الوقت صعب جدا ومسؤوليه كبيره. صح. انا شاعجبني في لقاء كنت اجريتيه في احدى الجرائد الجزائريه الروح الطيبه تاعك مع وحده كذلك هي نجمه وحبوبه ونحبوها بزاف ريم غزالي. قلتي بلي يعني شكلا ريم غزالي يعني ورده, كي نحكوا ورده شكلا من الاجمل الفنانات العربيات. وانت عطيتي هضرتي على ريم غزالي كلام جميل وريم كانت سبقت ودعماتك بشكل كبير في الاكاديميه. طبعا وجه لها تحيه ريم غزالي والشيء اللي باين انه هي نحبها اكثر من اللي قبل ما تحبني, يعني انا عرفتها قبل ما عرفتني وطبعا هذا الشيء شرفني انه دعمتني في البرنامج. بخصوص الدور انا حكيت يعني لانه دوك نقول لك كيفاه. يعني اول مره كنت قاعده في البيت شاهد نصر اكاديمي 3 اللي كانت فيها ريم غزالي, كان اول برايم ظهرت فيه ريم, كانت تغني وش كان كنت انا وماما وش تقول لي ماما قالت لي سبحان الله شحال تشبه الورده. سمع من هذاك النهار كل ما نشوفوا ريم غزالي نربطوها ديريكتوم بوردة مباشرة, هذاك الرابط بين ريم غزالي ووردة في الشبه الكبير اللي بيناتهم. فلما طرحوا علي لما يعني جيت وسمعت انه كاين ريم غزالي وامل بشوشة وانا مرشحات في الدور وردة, انا ديريكتوم قلت لماما ريم غزالي سبحان الله يعني تشبه لها وهي اللي تستاهل يعني تبين صورتها للناس باش تكون المصداقية تاع الصورة. قلت لهم صوره ريم غزالي صوت ممكن انا لازم بينزو جمال ليلى بوكو. صح. قولي الو 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 مين معي من معي تشكي عليها مصباح ريم غزالي ريم مصباح من شرفي اختي برك سكتي برك انا دخلت غير من شري خاكتي تسمعي تبهديله. نسمع فيك كنزة وشغاك لا بس الله يسلمك مستمعين جيل فام ان شاء الله تكونوا ملاح. الله يخليك لما الطيبة الله يخليك نورت الإذاعة بصوتك. الو كيف كنت تشوف فيك كنزة؟ كنت تشوفيني في الدار مع تمامون دوكا وليت انا مقابلتها. كنت نظر له على الشبه اللي بينك وبين وردة. أنتو ليك كنزة أنا نقول لك حبيت نفاجئك بهذا الاتصال بيانتو مبادرة من زميل محسن
دونك حبيت نقول بروميامون جي با اي لوكازيون نشوفك ملي خرجتي من ستار اكاديمي. سي فري كجي تا مير او تيليفون ما شاء الله عليها ونسلم عليها بالبزاف باسكو كانت تعيط لي وكانت تونغواسي شويه سي نورمال كنت جلا سولاجي ان بو كنت نهضر معاها نقول لها طاطا يفوا فوار لي نير سوليدي تو وكن زعما نخافوش عليها كنا داعمينك دو فون دو كور لي باسي او باغافون باسكو كانت عندي انشغالات بزاف كي قالوا لي كاينين الجيريان في ستار اكاديمي وراهم حقرينها الوغ لا درت 365 ديغري قلت وراهي هذه الجيريان اللي راهم حقرينها بيان سور هذا الشيء انا دائما ندعم ولاد بلادي جو سوي انا بزاف يعني على الجزائر ما نعرفش دونك اون بليس مشرفتنا ب صوتها وبوغي انه احنا لازم كما انت غدوه كي يطلعوا المواهب الجايه تشوفي روحك تدعميهم سي لازم احنا نرفدوا بين بعضنا بعض صح صح دونك انايا شجعت غير كنزة وما شفت كاع ستار اكاديمي كنت نشوف غير كنتي حتى واحد نشوف أيوة. لا بيرفورمانس تاعك دي رساله ومن بعد جو زاب كوم جو سي كو تو ني بلو جو زاب كونت تي نوميني جو ريغاردي تو لو برايم باسكو جيتي اوبليجي دو فوار لو ريزولتا ودرت لك حمله التصويت دونك جي ليسي تو لو موند فوتي بور كنزة بور فير بليزير بيان سور ا تون بوبليك ا لالجيري et puis à ta maman ou la mouhidtek akid donc kinza nantmna lkoul toufiq Allah ykhalik shukran n3lek bi mufaja'a mais je préfère inchallah ki nchoufek nqoulha lek parce que lazem nhedr ma3ak w nchoufek ana ki ndkhol ljazair inchallah douk nchouf tawajud ta3ak kifash w nhedrou ala haja li htkoun mufaja'a للبوبليك ta3ak w tkoun une surprise liya منني ليك يا رب ان شاء الله ريم لازم نكون على بالي بها انا سكوب لازم هنا في جيل افهم شوف شوفي ديجا نسيتي انت ما تلاقيتيش انا نهضر معاك هيا خلاص هنا تلاقيتو هنا تقولوها داكوغ يعطيك الصحة تعيشي يعطيك الصحة ريم غزالي نجبتنا ثاني الله يسلمك اون تولي كا كامل الناس راهم يسمعوا فيك جو تان غوميرسي مي فان اللي دائما يتبعوا الاخبار اللي ثاني جون سوتنيو كنزة اللي راهم يتبعونا دوكا في فيسبوك اللي راهم يسمعوا على جيل افام والناس اللي يسمعونا في الطريق نقول لهم بلي عندنا فنانه جديده صاعده وشابه واسمها كنزة مرسلي لازم تدعموها وان شاء الله تشوفوا قريبا جديد تاعها يا عمري يا عمري على قلبك ورجوك كيما انت يعطيك الصحه ريم غزالي ميرسي بوكو محسن يطول عمرك ونشوفوك جيل افام دائما متواجدين وتغطيه الحصريه والفنانين ودعمكم للشباب ومرحبا بك دار دارك راك تعرفي مرحبا بك كريم نتلاقاو ان شاء الله في اقرب فرصه كيما تفهمنا يلا ان شاء الله شكرا على الواغي بون سوا مع السلامه السلامه كانت معنا بيزو كنزة بيزو بيزو غير الكنزة بيزو كانت هذه النجوى ريم غزالي على أنغام الفنان الراحل سامي الجزائري يا بنات الجزائر إن كان وردة الراحلة ولا فلة الجزائرية أمل بوشوشة ريم غزالي ودك كنزة مرسلي أنتم اللي عندكم توجه نحو العالم العربي وكاين ناس ربما كانوا ما يعرفوش الجزائر يعرفوا وردة من خلال بوبو أكيد المشاركة تاعك في برنامج عربي عنده انتشار واسع خليتهم يحبوا أكثر البلاد دونك نقول لهم مرحبا بكم في الجزائر راكم تسمعوا في الإذاعة الجزائرية إذاعة جيل فام سمعنا صوت ريم غزالين دوكا نسمعوا أغنية بصوتها صياد الغزلان ونرجع لكم قمعا يا صياد الغزلان
الإذاعة رقم واحد في الجزائر، إذاعة الشباب والموسيقى. تحية كبيرة لكل اللي راه متواجدين معنا في لاباج نيو جيل على الفيسبوك. نقول لهم باللي كل واحد يدير بوب لاباج تاعنا لو ليان، دونك اللي ما سمعش يسمع باللي كنزة هي ضيفتنا. تحية كبيرة لكل اللي راهم معنا في لاباج. كتبت لي من يريد أن يسأل كنزة، تعليقات كبيرة في 5 دقائق وصلت ل 376 سؤال. أوف. دوك هكا شغل شفتي هذيك القرعة. ان نشوفوا سؤال نقراوه هكا باش ما يزعفوش علينا احبابنا اللي راهم في لاباج. بون كاين تعليقات كيما كتبت دي جي توفيق، كتب كنزة حبيبة العرب. هذا تعليق. هذه نورة كتبت كنزة من احببت في الأكاديمية. وعندنا من مصر محمود صحبان، هذا قال لك مصر والجزائر واحد. وعندنا ليلي ليلو سالي قالت لك كنزة كلمة لفلسطين. كلمة لفلسطين كلمة ما تكفيش، لكن طبعا انا كجزائريه وككل الجزائريين نعتبر فلسطين ولايه من الجزائر، وعندنا الحب ليها وعندنا الغيره وعندنا هذاك الانتماء لفلسطين. حتى لو تلاحظ محسن، احنا في مباريات كره القدم عندنا لا تشوف عالم فلسطين دائما في المدرجات، دائما دائما. فهذا اكبر دليل على حبنا لفلسطين وحبي انا كجزائرية الفلسطين، حبي الكبير 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 الكبير، لدرجة أني لما كما حكيت لك مقبل على الأغنية موطني تاع مراد السويطي، هذيك الأغنية أنا أول مرة سمعتها منه كانت في مهرجان جميلة في الصيف في الطبعة الأخيرة، وكنت أنا في الافتتاح وسمعتها نهرت بالبكاء، يعني مش بكيت. وكلهم يعني الفلسطينيين اللي كانوا موجودين شافوني ومن بعد جاوا حكوا معايا قالوا لي يعني كل احترام لدموعك هذيك غاليه علينا. قلت لهم دموع يعني عفويه نزلت وحدها من الحب ومن يعني من هذاك المشاعر اللي انا ما قدرتش نتحكم فيها. فربي يكون معاهم، وان شاء الله ان شاء الله الغد احسن من اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذه تحيه اكيد لفلسطين وكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي راهم يسمعوا الان في اذاعه جيل افام. انا كتبت السؤال الثاني على الصفحه، كل واحد يكتب اسم بلده هكا باش نعرفوا المستمعات والمستمعين وين راهم يسمعوا فينا باش نوجه لهم تحيه. واحد كنزة حكينا هدرنا بكينا ضحكنا ريم بستنا، لكن بسني انا بركه قالت بيزو 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 كنزة، ما قالتش محسن خلاص البيزو تاني. حابين نسمع صوتك كنزة، وش تسمعين هكذا وانا كابيلا على موجي لفهم؟ وش نسمعكم ونشوفوا حاجة المجد الرومي. تفضلي. عم يسألوني عليك الناس، كانوا يشوفونا سوا
شو بقول خبرني لكل الناس طير أمانين الهوى وعم يسألوني عليك الناس كانوا يشوفونا سوا شو بقول خبرني لكل الناس طير أمانين الهوى ومات نتلقى سوا وهيك بيريد الهوى ومات نتلقى سوا وهيك بيريد الهوى وعم يسألوني عليك كل الناس وينك يا حبيبي وينك يا حبيبي الله ربي يخلي لك هذا الصوت أغنية للماجدة ماجدة رومي سمعتوها بصوت نجمتنا كنزة مرسلي كنزة كان ليك الحظ وين غنيتي وشاركتي الغناء مع تقريبا كل النجمات اللي جاوا الطبعة العاشرة لستار أكاديمي وحسينا باللي أكثر أغنية وأكثر تجاوب كان مع الفنانة يحيوها كارول سماحة لكن حكينا كل فنانة وش ديتي منها سؤال صعب أول فنانة غنيت معها كانت في تاني برايم طبعا أول فنانة جات وأنا غنيت معها طبعا هذا شيء شرفني ونحبها بزاف هي شيرين عبد الوهاب صح فيعني لما عطاونا الأغاني ما نسمعوها باش نحفظوها البرايم قبل ما يتم الاختيار شكون حيغني هذه الأغنية وشكون هذه يعني كنت ميت على الأغنية اللي غنيتها في ليلة اللي غنيتها يعني قلت يا ربي يا ربي اختاروني نغني هذه الأغنية طبعا لحب الشيرين وحب الاغنيه انه الاغنيه كنت حبتها لدرجه لا توصف فغنيت مع شيرين اول مره طبعا شيرين ماشي انا اللي ولا اي فنانه ماشي انا اللي نعطي فيها رايي او انا نوصفها لكن شيرين كتله من الاحساس اللي يعني احيانا لما تسمع مغني تسمعه في البيت وتشوفه قدامك مش نفس الشيء لكن شيرين يعني اول ما جات عندنا في قبل البرايم وسمعنا ودربت معها وغنيت معها طبعا نفس الشيء وتحيه ليها ونحبها بزاف كان من الاحساس من شيرين ديتي الاحساس يعني هو الشيء اللي لفتك ربما طبعا 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 احساس وال يعني هذاك الركوز في الغناء يعني في الغناء يعني حتى مع في المسرح ومع الخوف ومع يعني الاداء هو ما يتغيرش فهذا الشيء شيء جدا مهم للفنان زيدنا تاني فنانة غنيت معها يا ربي فكرني محسن اسمها شيرين نانا بيبي اللي غنيتي مع نور الزغبي كارول سماحة هيفا أمل بوشوشة رويدة عطية هدوهما تاني فنانة كانت أمل بوشوشة كانت أمل بوشوشة اللي غنيت معها وهران كانت أغنية جزائرية وطبعا كان شيء مختلف مع أمل بوشوشة لأني كنت نغني في أغنية جزائرية ف ومام أمل بوشوشة يعني جزائرية كما أنا فحسيت بهذاك الدفء تاع الوطن وهذاك خصوصا لما تغني على بلادك وتغني على ولاية من بلادك طبعا تحية لكل ناس وهران فكان الإحساس مختلف طبعا ورائع يعني لأنه شيء يشبهك فهمت فهذا هو الإحساس اللي كان عندي و رويدة صادف كان برايم خالد العام اللي فات واحدة من كبار الفنانات في الوطن العربي الراحلة صباح الشحرورة وين البرنامج ده تكريم لها وكان بحضور الفنانة رويدة عطية رويدة عطية غنيتي شو سهل الحكي شو سهل الحكي غنيت معها شفت فيها تواضع غير طبيعي ما شاء الله عليها طبعا كل الفنانات الحمد لله كانوا كلهم متواضعين لكن رويدة تواضع بزيادة كان متواضع بزاف 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 يعني والشيء اللي يلفتك في رويدة عطية قوة الصوت اللي عندها ما شاء الله ما شاء صوت جبلي الله الصوت يعني لما تغني الميكرو بعيد يعني تقريبا متر أو نصف متر لكن صوتها صح والدليل يعني وديع الصافي الله يرحمه تاني قام وصوت كبير وغنى معها يعني ماشي هكذا كبرك صحيح شكون كاين تاني كارول سماحة يلا اللي تحبيها كارول سماحة ما نقدرش نوصف لك الشعور اللي كنت فيه اول حاجه لانه الاغنيه كنت يعني هذاك الاغنيه كنت متمكنه منها
سبحان الله، هي ممكن واحد تاني منها ممكن تجي صعيبة، لكن أنا جاتني سهلة الأغنية وحبيتها وحبيت معناها وحبيت اللحن وحبيت صوتي فيها، فكله اجتمع خلاني نكون مرتاحة، وخصوصا مع 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 كارول. كارول يعني تعطيك واحد واحد القوة على المسرح، يعني واحدة في بلاستي واحدة في مكاني، توقف مع فنانة يعني كبيرة، مش أي فنانة كارول سماحة، توقف معها يعني أكيد راح تحس بالرعب. صح، لكن هي نحات لي كل هذاك الإحساس وخلتني ندمج معها ونحس روحي يعني فنانة كما هي، يعني محس روحي أنه طالبة، متحسكش بهذاك الإحساس أنه أنت طالب وهي. فهذا الشيء اللي خلاني نكون كيف يقولوا كون مرتاحة 100%. ومديتي يعني كل ما عندي، حتى اللوك تاعك هذيك النهار تاني كان من أروع ما يكون، يعني كامل لي برايم كانوا ما شاء الله، لكن هذاك النهار كان بزيادة. من نوع كان مختلف، كانت أغنية فيها تحدي، فيها يعني المرأة القوية اللي خرجت في المرأة القوية اللي الناس ما شفتهاش في البرايمات اللي كانوا اللي فاتوا. نفكروك فيها؟ أوكي. يلا كيف على أمواج جيلة فام، كنزة مرسلي كارول سماحة مش معقول على أمواج جيلة فام. تحية للجزائر مع كنزة.
هاي معكم كنزة مرسلي، استنوني هات الجمعة مع محسن بتمنى العرارة في نيو جيل على جيل اف ام. يحيى أولاد بلادي ويحيى وبنات بلادي وشنانا في الحسان، احنا أولاد الجزائر قوى في كل بلاد. نيو جيل مع محسن كل جمعة من 8 للعشرة. نيو جيل نيو جيل نيو جيل سمعني صوتك سمعني صوتك. راديو جيل اف ام، عليكم السلام ومرحبا بكم معنا من جديد على امواج 94.7 اف ام. راكم تسمعوا دائما في نيو جيل البرنامج اللي دائما تسمعوا فيه اصوات الجيل الجديد اللي يحبوا الفن يحبوا الموسيقى، وعددنا اليوم خاص بحضور نجمه الجيل الجديد الفنانه والنجمه كنزة مرسلي. وتحية كبيرة الكامل اللي راهو معنا في لاباج نيو جيل، كنا سقسيناهم كل واحد يقول البلد اللي راهو معنا. عندنا بزاف مستمعات ومستمعين من الجزائر، عندك من البليدة، تيبازا، ألجي سنتر، من الصحراء كامل، من باش جراح هكا باش، من ياسمين من الشرق الجزائري، عندك من مصر أمي سمو فيك، عندك من تونس، من السعودية تاني، هذا واش قدرت نقرأ، من الكويت. يلا هادو البلدان احنا غنينا على الجزائر، وكل مرة نحكو عليها نغنو شي كإهداء الكامل الجمهور تاعك في الدول العربية. أي بلد نبدأ؟ يلا نبدأ بتونس. تونس بحكم القرب الجغرافي. تونس تونس لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خد عيني شوفوا بيها. الكل احبابنا وناسنا في تونس الشقيقة. مصر 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 طبعا مصر كاين اغاني زف تراوت في ذهني. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابني مصري كل مصر الله عليه، قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق، انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري، انا مصري وابويا مصري وبخف دمي مصري، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. الله. وعدنا جمانة. جمانة قد كنحبك مرة 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 يا كنوز. مرة دي سعودية. سعودية. يا أهل الهوى كيف المحبة تهون، كيف النوى يقدر ينسي العيون، يا أهل الهوى كيف المحبة تهون، كيف النوى يقدر ينسي العيون، نظرة حنين وأحلى سنين عشناها عشناها يا قلبي الحزين مقدير مقدير. الله. وعدنا هذا التعليق من عند ندى شرف الدين، الإعلامية ندى من لبنان والإعلامي الجزائري عبد الجليل، تحية شكر وعرفة لطاقم راديو جيل اف ام وإلى المتميز الإعلامي محسن، ونتمنى أن كنزة تغني أغنية كان يا ما كان.
شفت هذه قريت كاع الكومونتير باسكو شكرتني فيه قريت اني نشوف هذا الكومونتير اطول من الثاني على جال محسن لا زميله يلا كان يا مكان 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان واللي نسيته أوام من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان برافو برافو يعطيك صحه واخر بلد ماشي ونزيدوا بعدها نقراو التعليقات تاع كامل مستمعاتنا ومستمعينا على الصفحه لبنان اكيد لبنان اللي فتح لك باب النجوميه والانتشار في العالم العربي لبنان 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 حافظ الفيروز بحبك اكيد نسم علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في منطورة طاقة وصورة خدني لعندن يا هوى فزعان يا قلبي اكبر بيها الغربي وما تعرفني بلادي خدني خدني وخدني على بلادي يعطيك صحة كنزة نعود نقول الكامل مستمعتنا ومستمعينا في صفحتنا على الفيسبوك اللي مازال ما دخلوش يدخلوا صفحتنا هي نيو اسباس جيل نيو جيل سهلة مهلة دخلوا كتبوا تعليقاتكم راح نقراوها ونجاوبكم على المباشرة على امواج اذاعة جيل افام واجد الكويز واحد اخر واجد يلا كويز نيو جيل الكويز Le quiz. New Deal, le quiz. New Deal, le quiz. Le quiz. كويز بعد ما مدك لك كلمات جاوبت عليهم بكلمات بعد ما شو الغنية تاع كلمات اللي شو كيفات كل أنيماتي صعب تغني مزية بكاشا الكويز تاني كان كل كلمة غنيتي هذا الكويز فيه تلت أسئلة فيه تلت كلمات ما عليك غير ترتبي حسب الأولوية هما أكيد كامل تحبيهم وكامل قراب ليك وكامل دونك ما تقوليش كيف كيف ولا لازم تكون أولوية كان في حاجة تاع 0.0001 لا سهلين في كسريش راسك السؤال الأول ما شاء الله الحاجة اللي عرفناها على كنزة فنانة شاملة متعددة المواهب اكتشفنا فيك طاقات والظاهر انه مخفية اعظم ما زالوا طاقات واحدة اخرى مخبيتهم كنزة نعرفوا انك موهوبة في الرسم في التمثيل وفي الغناء رتبي حسب الاولوية سهلة غناء تمثيل رسم اخر كلمة اخر كلمة تربحي 100,000 دولار دوكا لا سؤال تاني سؤال تاني الحب المال الحظ وش تحب يكون عندك اكثر
يا لو كان بصفر فاصل. الحب، المال، الحظ. الحظ، الحب، المال. صح. أنا المال، المال. لأنه كيكون عندك الحظ يكون عندك الحب والمال. برافو. وكيكون عندك العظ ما تدي والو. زيد لك الذكاء. السؤال الثالث، ضحكتي في السؤال الاول والثاني، ضحكي دوكا في السؤال. سؤال ثالث، شفنا كنزه في الاكاديميه علاقتها طيبه مع كل زميلات والزملاء. اوكي، تذكري لي ثلاثه ترتبيهم لو كان راكي حابه تشوفيهم. شكون راكي متواصله معهم؟ ثلاثه هما انت تحبيهم كامل باش ما نديروش بلبله. اكيد ثلاثه. طب لا لا مش كامله. قلبي ماشي خزانه. أكيد الأغلبية نحبهم، أكيد طبعا، لكن مش كلهم. ثلاث أسماء فقط نذكر لك. مثلا دوكا كنت تحكمي طيارة، شكون الأول تروحي تشوفيه؟ شكون ثاني؟ شكون ثالث؟ عندك طيارة تديك طيارة خاصة تديك تشوفي ثلث زملاء، شكون هما الأول تروحي تشوفيه؟ نروح نشوف ريان، نروح نشوف دعاء. يا ربي ثلث اسم، ثلث اسم ليا. نحيوهم على العموم كامل اللي كانوا معاك. هذوما ثلاث اسماء تاع زملاء تاعك. شكون اللي مازال كي متواصله معهم؟ طبعا كاين بزاف، يعني في يعني في الاول كان تواصل اكثر، لكن الان صح كاين محمد حسين نوجه له تحيه، كاين ليث، كاين دعاء، كاين ليا. يا ربي ما نسحت واحد. كاين لا ريان طبعا، ريان ما نذكروش لانه كل يوم معاه كل يوم. شكون ثاني ما مفكرين؟ يا ربي ان شاء الله ما نسحت واحد. شكون ذكرت؟ دعاء، ليس، ريان، محمد حسين، هادو هما ليا، هادو هما اللي نحيوهم على العموم كلهم. وكيما بعد كل كويز كاين مفاجأة، اسمعوا. ولا في الأحلام ولا أي كلام يوصف يا حبيب عينيك السود في جمالك مين. هاي، معكم إيوان على إذاعة جيل أف أم 94.7. إيوان ما بقاش موجود. ولا في الأحلام ولا أي كلام. كنزة، أتمنى لك كل التوفيق والسعادة، وأكيد نحن فخورين فيك، مش بس أهل الجزائر، كل الفنانين العرب فخورين فيك، والله يوفقك. معكم إيوان على إذاعة جيل أف أم مع محسن. تحية كبيرة للفنان اللبناني إيوان. مفاجأة واحدة أخرى للكنزة. يعني مفاجأة سامو زين يعني واحد يتوقعها، لكن إيوان يعني ما سمعتش انه حكى عليا ولا، لكن مفاجأة رائعة طبعا. او يسمع فينا واش تقولي له كنزة؟ واش نقول له؟ نقول له شكرا والله يخليك. يعني انا من فانزك على فكرة. ماشي غير انت، الوالدة تاعك ثاني تحبه، ماما ثاني تحبه. بس
نيوجيل مع محسن كل جمعة من 8 للعشرة تاع الليل. نيوجيل مع محسن انت هو الأستار. ضيفتنا وضيفتكم على أمواج الإذاعة رقم واحد في الجزائر إذاعة جيل فام، إذاعة شباب والموسيقى، هي نجمة الجيل كنزة مرسلين. أعطيتك هذا اللقب اليوم. دوك إذا حسني أنا لأنه هو نجم الجيل. أنا خفت تزعف ميادة الحناوي مطربة الجيل. اليوم تحية كبيرة للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي وللنجم كنزة مرسي. وعلى بالي علاش قلت هذا اللقب، لأنه لقبتي بألقاب كثيرة، من باربي إلى سندريلا إلى وش ما اللقب اللي حسيتيه قريب. هي على العموم كل ألقاب دليل محبة من عند الجمهور تاعك. حسيته قريب ممكن باربي، لأنه من صغري كانوا يشبهوني بباربي، كانوا يقرأوا معايا وكانوا يقولوا لي باربي. عينك تاع الصح. أنا نأكد من صح. أنا في ناس مشككة في لون عيني الطبيعي، كان بزاف ناس يقولوا إنه عاملة لنسز حتى عدسات لاصقة، وأنا أكذب هذا الخبر وأقول إنه هذو عيني. العموم ما شاء الله ربي يحفظك كنزة، جمال داخلي وجمال خارجي، جمال صوت، حضور، موهبة خلات كل أساتذة اللي عندهم أكيد علم بالشي اللي يقولوه، ملاحظتهم كل مرة كانت في محلها، حتى يعني في الأيام وين خرجتي نوميني يعني كانوا يعني كما يقولوا غلطات يعني صغيرة ماشي حفوات يعني. صح. المشوار كان مشرف جدا. نحيو من جديد كامل اللي راه معنا في الصفحة، وعدنا كويز واحد أخر كنزة مرسلي. نيوجيل كويز لو كويز. نيوجيل لو كويز. نيوجيل لو كويز لو كويز. هذه إذاعة جيل فام، هي إذاعة الشباب والموسيقى في نيو جيل، كل شيء جديد حتى في الحوارات مع النجوم والضيوف. هذا هو الحوار اللي كنسمعوا فيه مباشرة على أمواج إذاعة جيل فام من قلب الجزائر، من المرادية لكل العالم اللي راه يسمع فينا داخل الجزائر. تحية كبيرة لكل مستمعاتنا ومستمعينا من الشرق الغرب الجنوب والوسط، وتحية أكبر ناسنا وحبابنا الجزائريين اللي عايشين في الخارج، وحتى كل أشقائنا العرب اللي راهم يسمعوا فينا اليوم، راهم يسمعوا في محبوبة الجماهير كنزة مرسلي. أكيد محبتهم ليك تخليهم عندهم فضول أنهم يتعرفوا عليك أكثر وأكثر، ربما أشياء ما عرفوهاش في الأكاديمية اليوم نكشفوا وش نقدروا نكشفوه على السريع. أسئلة هكذا خفيفة. أوكي. لايت. عندي حق عادة مرة. لا 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 قاعد تردي وتزيدي من عندك تكتيت وليت سقسي. أوكي. على السريع، اللون المفضل لكنزة مرسلي. على العموم أنا ما عنديش لون مفضل يعني
نقدرش نقول لك عندي هذاك اللون نحبه ما نحبش الالوان تاني. انا محبه للحياه ومحبه لكل الالوان، لكن اللون اللي يلفتني نظري اكثر هو الاحمر. صح. عادة اللي يحبوا الحياه يحبوا اللون الاخضر. اخضر. اخضر لون عينيه، ما ماشي لازم لازم تقولي لون هكا باش واحد اذا خمم يديلك هديه ويحصل بين على حسب يعني. اذا كان فستان، اذا كانت هديه غاليه جيبوها ابيض. لا لا على حسب يعني، اذا كان فستان فضل يكون احمر او اسود او هذا هما اللونين اللي نحبهم في الفساتين. ولا كان مجوهرات كيما الزمرد. مجوهرات اي الزمرد طبعا الاخضر. شفتي انت فساتين عندك فساتين. هل عند كنزة رقم مفضل تحبي هكا تتفائلي به؟ 27 يوم، هو يوم ميلادي. 27 جويلية. 27 سبعة 1990 من خمسة من العمر. 27 سبعة 1977 1990 يبدأوا تحسبوا من درك حتى أنا اللي في عمري 70 سنة باش ما نكذبش عليكم. كاش نعمل عملتش حال رقم الهاتفي تانا تاع جيل افهم 021 69 27 27 27 27 والموجة تاعنا هي 94 نقطة 7 فيهم السبعات. يعني 27 ويوم ميلادي ويوم اللي سافرت فيه لبنان هو يوم 27، فهذا رقم فصول أربعة، شتاء خريف صيف ربيع. صيف متعة الصيف، شنو برونزي شوية بدل لكولوغ بدل اللون والحياة فيها أكيد. يعني فصل الصيف أنه زايدة أنا مولودة في الصيف وزيد نحب الصيف لأنه فيه الحياة أكثر. الهواية المفضلة لكنزة مرسلي؟ هواية طبعا الغناء حاليا كان هواية، حاليا حاليا صار ان شاء الله راح يصير احتراف ان شاء الله. الهوايه تبقى تمثيل، هي هوايه تمثيل، لا الرسم. الرسم هي هوايتي. كنزة سؤال، شغل شفتي لي كويزي بداو زعما شغل سلام ووئام ومحبه وبعد بعد الدمار. كنزة اكيد شفنا في السوشيال ميديا عروض زواج ما شاء الله. ما شاء الله كل يوم عرض زواج. مما لا شك فيه انك اميره ولا سندريلا احلام شباب كتار. اوكي، حابين نعرفوا مش غير انا، كثير من الشباب خاصه، المميزات اللي تشوفهم كنزة في الفارس الاحلام تاعك. كل فتاه عندها فارس احلام. جيب لي ورقه وقلم نكتب لك صفحتين او ثلاثه. يعني انا بالنسبه لي هذا الموضوع شويه خاص، لانه فيه عندي بزاف متطلبه في هذا الموضوع خصوصا يعني، لكن مش متطلبة، بس مش متطلبة ماديا يعني، مش ممكن نقول متطلبة. المخرج تاعنا والقال أميرة الأحلام تاعه وهي يلقات فارس أحلام تاعها. الله يهنيهم. الله يهنيهم بعد. أنا مازال ما لقيت إن شاء الله. معليش. والله شوف، أنا يعني قبل كنت شوية مراهقة، كنت نهتم بجانب كبير بالشكل ومنها طبعا الشكل أكيد شي مهم، لكن اكثر شيء انا نركز عليه حاليا هو طريقه التفكير اولا. صح. لازم يكون خصوصا يعني في وضعي انا، لازم يكون رجل متفهم جدا 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 ومنفتح جدا جدا، بين قوسين منفتح، مش معناتها ما عندوش الغيره او لا، لكن يكون يحتوي هذا النجوميه وحب الناس وحبك للفن، ما يكونش اناني. صح. يعني اسمحوا لي، لكن معظم رجال العرب أنانيين، يعني يحب يمتلك، عنده حب الامتلاك، وأنا هذا الشيء اللي ما نحبوش في الرجل. والرجل اللي لازم يكمل مع حياتي لازم يكون متفهم، ولازم ما يشوفنيش كشيء هو ممتلكه. يعني كثير أشياء، كان أشياء أخرى يعني، لازم يكون رومانسي عاطفي يعني، لكن أهم شيء متفهم، وبالتالي يتفهم كنزة وتكون علاقة بيناتكم متكاملة باش تكملوا هذه الحياة. إن شاء الله نفرحوا بك إن شاء الله كنزة. إن شاء الله. وأهم شيء يكون يخاف ربي ومتدين بالمعنى الصحيح، أنه ما يظلمنيش وما يأذينيش. أهم شيء. يعطيك صحة كنزة،
هادو هما أسئلة على السريع جاوبناها إن شاء الله نكونوا فشينا كما يقولوا فضول كامل اللي يحبوك اللي راه معنا على صفحة الفيسبوك نيو جيل. حكينا على أميرة الطرب العربي الفنانة رحيلة وردة الجزائرية. وش من الأغنية أكثر اللي تحبيها الوردة؟ طبعا أنا كل أغانيها نحبها, كل أغانيها دون أي استثناء. وأنا يعني حافظة, الناس لاحظوني أنه كل ما تكون في جلسة غناء أغلب الأغاني تكون لوردة. لكن أنا في ستار أكاديمي غنيت تقريبا أغاني كثيرة معروفة الوردة, وفي أغاني الناس ما تغنيهاش بزاف أو أغاني شوية الضوء مش ملقي عليها بكثرة. عندي مثلا أغنية نحبها بزاف اللي هي مستحيل. مستحيل ده مستحيل, لو عملت المستحيل مستحيل ده مستحيل, لو عملت المستحيل هو دمعي كان شوية ولا دمي ودمعي مية, ولا نسيت قليل بعد عمايلك انا اشتقلك متهيقلك, بعد عمايلك انا اشتقلك متهيقلك مستحيل مستحيل, لو عملت المستحيل.
تصغرش أي شيء. معنا ريميكس لأغنية حرمت أحبك للراحلة أميرة طرب وردة الجزائرية. كنتو مازلكم وراح تبقاو تسمعوا في نيو جيل على جيل فام حتى للعشرة. تحية الكل اللي هدا والتحقوا بنا معنا نجمة كنزة مرسلي. دوك نقرأوا تعليقاتكم في صفحتنا على الفيسبوك. هذه تحية لشوتر مريومة راهي تسمع فينا. وتحية واحدة أخرى الواحد يحبك بزاف كنزة واسمه الوناس لحام ان غران فان ليك من الجزائر العاصمة. نجولوا تحية الوناس مرسي بوكو شكرا يا سور. بلا ما ننسى ونحيو كل مستمعاتنا ومستمعينا في جيجل كامل اللي رامي يسمعوا فينا من داخل الجزائر كذلك من خارج الجزائر. نكملوا رحلتنا العربية بعد ما زرنا تونس ومصر والسعودية نروحوا إلى السودان. عندنا عندك معجبين بزاف ومحبين يسمعوا فيك من السودان. السودان قولهم أنا لو جابوا للأمريكاني الإنجليزي والياباني وكنوز الدنيا عشاني أقول له لا 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 يا حبيبي لا مش هو ده اللي أحس بيه ولا قلبي بيجري عليه لو يعمل عشاني أقول له لا يا حبيبي لا. تحية لكل خاوتنا في السودان وخاصة السودان هذاك الموقف اللي كان في أم درمان لما لعب المنتخب الوطني الجزائري. وهنا نفتح قوسين باش نقول أنه المنتخب الجزائري ساند كنزة مرسلي. طبعا هذا يعني الشيء اللي فرحني بزاف أنه شفت في السوشيال ميديا بعت لي لاعب مجد بوغرا وقال لي انه كل الفريق الوطني راه معاك ويساندك. طبعا هذا الشيء حلمت به قبل انه نكون في برنامج ويساندني الفريق الوطني كيما نساندو انا ونفرح له كي يربح. ف واش نقدر نقول اكثر من هكا؟ حلمي تحقق الحمد لله يا ربي. ونوجه لهم تحيه كل الفريق الوطني شخصا فردا ونقول لهم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه والله يخليكم لينا ولبلادنا ان شاء الله وتشرفونا دائما ان شاء الله خاصه انه على ابواب بطوله كاس امم. كوراج لهذا كاس افريقيا ان شاء الله. كاس افريقيا اللي راهم داخلين عليه ان شاء الله يشرفونا كالعاده ان شاء الله. العراق طبعا كان اغاني كثيره للعراق لكن واش نغني لهم ولا حفظت جنه حفظه جنه نحب نغني لهم شيء تراث يعني معروفه اغنيه فوق النخل فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق مدري لما خدك يابا مدري القمر فوق والله ما رضا باليني بلوه بلوه تحية كبيرة لكل مستمعينا في العراق الشقيق الإمارات العربية المتحدة. إمارات يعني وشي لأحلام أو شي ل عن الملكة أحلام أكثر من أول أحبك
بس ما بغى أقول أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك حب مو معقول، أكبر دليل الغلط قدرتي مرة. شوف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظه وضيع من نظرة. تحية لكل أحبابنا في الإمارات. عندنا كنزوية اسمها تروحها في الفيسبوك كنزويين بزاف وملكوفية شغل ما كنزوية وملكوفية يعني قاعدة دبي. هي من دبي. عندنا مستمعات ومستمعين من الصحراء الغربية، مرحبا بهم. وجه لهم أكيد تحية كبيرة. أكيد تحية كبيرة للصحراء الغربية. وش نغني لهم الصحراء الغربية؟ وش نغني لهم أغنية الشاب خالد، أغنية على الصحراء. يلا أوكي. صحراء بلاد الرملة، صحراء يا بلاد التمرة، صبري صبري يا ليلي تيفرج ربي، صبري صبري أنا تيفرج ربي. إن شاء الله نكون هكذا قريت كامل تعليقات وعرفنا تقريبا كامل اللي راهم يتواصلوا معنا. لكن معليش مازلنا وقت، ونذكر أنه هذا البرنامج راح يعاد يبث على إذاعة الويب، لأنه جيل فام في الموقع تسمعوا هذا الإذاعة يعني اللي تجوز على الأفام. كذلك عندنا إذاعة جيل فام ويب تتسمع غير في الانترنت. هذا البرنامج راح يتعاود دوك نحط صفحة الويب، وبالتالي باش نقولوا الكامل المستمعات والمستمعين الوقت اللي يعاود يجوز هذا البرنامج في إذاعة جيل فام ويب راديو. وكذلك عدنا تاني إذاعة فيها موسيقى 100%. إن شاء الله كنزة لما يخرج لها سينجل وألبوم أغانيها أكيد راح تكون على أمواج جيل فام، وكذلك جيل فام ميوزيك ويب. ونروحوا لكويز. نيو جيل لكويز، لكويز نيو جيل لكويز، نيو جيل لكويز، لكويز. وهذا آخر كويز من الكويزات اللي درناهم. إن شاء الله في لقاء آخر راح نزيدوا ونديروا أشياء أكثر بمساعدة كامل المحبين تاعك. المرة الجاية المفاجأة حيكونوا معهم، ماشي مع الفنانين، راح نسجل لك معهم كامل. كامل سجل معهم كامل. مستحيل، ما تقدرش. بقدر ربع شهر وين سجل شو العام الجاي 2016 إن شاء الله. السؤال الأول، وشنو هي أكثر حاجة؟ وهنا هذا الكويز يعتمد على الصراحة، كيف تعودنا عليك؟ كيف تعودتوا عليك؟ يلا غنيتي أكثر من أول أحبك، ملا أكثر حاجة تحبيها فيك أنت، وش هي أكثر حاجة تحبيها في روحك؟ وفي رأيك وش هي الحاجة أكثر حاجة يحبها فيها يحبها الجمهور تاعك فيك؟ أكثر حاجة نحبها في روحي، والله ما عنديش حاجة معينة، نحب كلش. صح، برافو، هذه الصراحة. نحب كلش يعني بالميزات والسيئات. لا ما تدخليش في السيئات، رانا في الميزات جدلتهم. لا نحب بزاف حوايج، ما عنديش حاجة معينة نحبها في روحي. أكثر حاجة صوتك، شكلك، تفكيرك. ممكن تفكيري، طريقة تفكيري، و لأنه هي الأساس في كل شيء. وأكثر حاجة أني ما نعرفش الكره، ما عنديش شعور الكره، ما عنديش، عمري ما حسيته بصراحة. ملح، فرايك وش هي الحاجة اللي حبها أكثر فيك الجمهور تاعك؟ مش عارف، كاين بزاف حوايج، كاين مثلا هي أكثر حاجة حبوها فيا وشافوها فيا هي العفوية والطبيعة اللي كنت فيها والصدق هذاك اللي حسوه. كاين حاجة بزاف يحبوها هي ضحكتي. داروها سونري. نفتح قوسين باش نأكدوا ننفيوا المواقع تاع كنزة في موقع التواصل الاجتماعي، وش هي باش هكا الناس اللي يسمعوا فينا باش يفيتيو لي فو بروفيل، واش اللي حاب يتواصل مع كنزة وشنو هي المواقع تاعها؟
المواقع تاعي كاين انستغرام كاين كنزة بوان مورسلي دوكا بدلت له الاسم صار كنزة مورسلي كله لاصق في بعضها كنزة مورسلي لكن مورسلي بالواي بالإغراك بالأخير بالواي لأنه كان بزاف ناس فاتحين باسمي فلقيت غير هذا الاسم اللي نقدر نستمر به مورسلي بالإغراك بالواي بالأخير هذا هو موقع الرسمي تاعي في الانستغرام وفي تويتر كنزة كاين تويتر تاع ستار أكاديمي هذا هو التويتر الرسمي ليا لكن حاليا راني نستعمل في تويتر تاني فتحته مؤقتا حتى نسترجعوا التويتر تاع ستار أكاديمي واللي هو كنزة دبل آ يعني دبل آي ومورسلي كنزة دبل آي مورسلي كله لاصق في بعضها كنزة مورسلي فيسبوك كنزة مورسلي اوفيسيال هذا الباج تاعي اللي صفحتي اللي كانت قبل ستار اكاديمي ودركا راني نستعمل فيها وطبعا صفحتي اللي في الاكاديميه هي هما هادو هما برك المواقع الرسميه اما الاخرى كلها مزيفه هكذا كي اكدت صوتا عبر اذاعه جيل افام هادو هما المواقع اللي تقدروا تتواصلوا بهم مع كنزة مورسلي حكينا على المميزات الكمال لله سبحانه وتعالى كامل عندنا مميزات وعندنا سيئات بينك وبين روحك لما تشوف في المراية ولا لما تفكري وش هي ربما الشيء اللي ما تحبيهش في روحك وفي رأيك الجمهور تاعك يفضل أنه لو كان هذيك الحاجة ما كاش في كنزة اللي في قلب على لسان هذه أحيانا تخدمني وأحيانا لا أنه مش دايما الواحد الشيء اللي يحسه لازم يقوله وأنا هذا هو الشيء اللي ما لازمش يكون انه اي شيء نحس به ديريكتومون نديرو ديريكتومون نقول الكلمه نحسها نقولها وهي لا هي نورمال مو هذه ميزه يعني لكن ميزة كما قلتي في الوسط اللي رانا فيه في العصر اللي رانا فيه في بعض الاحيان واحيان يعني يفهموها بطريقه مش مليحه يعني ممكن كلمه تخرج عفويا منك وممكن انت ما تكونش قاصدها لكن يفهموك على حسب فهمهم هما مش فهمك انت برافو 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 كيما كان يقول رغبة على ما تزعف مني أحلام كنزة هذا سؤال يحتاج بعض شيء للتفكير إذا كان حياتك لحد الآن والمشوار تاعك كتاب وش يكون العنوان تاعه كتاب أنا دخلت المكتبة لقيت حياة كنزة من تحتها حياة كنزة مرسلي العنوان تاعه شنو هو إصرار شخصية فنية وسيرة ذاتية تحبي تمثليها حكينا على وردة الجزائرية إذا كان هذا قولي إذا عندك شخصية واحدة أخرى حتى في التاريخ ولا تحبي أنك تجسديها كفيلم ولا مسلسل تلفزيوني شخصية خديجة العامية خديجة العامية تاع القصبة خديجة العامية أكيد حتى المنزل تاعها ما زالوا يعني نقدروا نديروه إن شاء الله فنان من الجيل الحالي ولا حتى يكون يعني سابقك في الفن تتمنى يديري معه ثنائي من الجيل الحالي أو مش الفنان اللي تتمنى كيما تمنيتي بوغرا يكتب لك يدعبك هكا تتمنى ندير معه دويتو كاين بزاف يلا نسميه كاين بزاف كاين تامر حسني كاين عمرو دياب كاين شاب مامي شاب خالد شكون كاين بزاف ولا غير بزاف سمو زين ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك في ثنائي الان نحكو على المرحله الجايه كيفاش تشوفها كنزة احت توجهي اكثر للغناء توجدي سينجل تطرحيه البوم تمثيل انه على بالي خروجك من الاكاديميه تبدل الوضع شويه راكي تفكري لكن الخطوط العريضه يعني الشيء اللي كي تشوفيه كخطوه هكا جايه وطبعا الغناء والتمثيل يعني الاثنين نحبهم لكن حلم الطفوله وحلم الكبير يعني الشيء اللي خلاني طول هاد الفترة اللي فاتت كنت مصرة على أني نوصل له هو الغناء طبعا فإن شاء الله يا ربي أول عمل لي راح يكون في الغناء ممكن راح نتجه للتمثيل ممكن احتمال كبير لكن أول حاجة حبته تكون في الغناء وحبا يعني نبرز أكثر في الغناء
ونخلي يعني التمثيل شيء يضيف لي للغناء مش شيء يكون ما يكونش أساسي، يعني يكون الغناء أولا تمثيل ثانيا. ويقدر يكون إن شاء الله علاش لا عمل يجمع بيناتهم، نشوفوا فيلم فيلم غنائي مثلا، فيلم غنائي ولا مسلسل غنائي ولا مسلسل يروي حياة فنانة وبالتالي تغني فيه، ونشوفوا نشوفوا الاثنين. لأنه كاين سؤال في الصفحة تاعنا، الأغنية الأولى تاعك حتكون جزائرية مصرية لبنانية خليجية لهجة بيضاء ولا فيها فيها قاع اللهجات على شلالة؟ والله أنا كنا نقدر نحط اللهجات كلها في أغنية نحطها. حقوق محفوظة إذا حد شي دفع. نقدر ولا غير كنا نقدر نحط كل لهجات في أغنية نديرها. يلا أوكي. لكن باش نحدد لك دركة في هذا الوقت لهجة معينة والله ما عنديش فكرة. يعني أنا مع الأغنية الجميلة مهما كانت لهجتها في الأول وفي الأخير لهجة عربية. صح. نقول كامل المستمعات والمستمعين اللي يسمعونا خارج الجزائر من دول عربية اليوم سينا مبيضوا اللهجة، لكن حبكم الكنزة لازم يخليكم تحبوا اللهجة الجزائرية ولازم يتعلموا لأنه ماشي صعبة. طبعا ولا ما صعبة، يعني احنا الصعوبة اللي فيها أنه نخلطوا أحيانا كلمة فرنسية، وطبعا معظم العالم العربي مش يعني ما عندهمش اللغة الفرنسية كمادة أساسية، فتكون شوية اللهجة شوية صعبة عليهم في الأول. لكن أنا لاحظت أنه كان بزاف ناس كانوا يقرأوا معايا درسوا معايا في الجامعة، ممكن أول أسبوع جاء وكانت اللهجة صعبة عليهم، ثاني أسبوع ثالث أسبوع ولو يهضروا اللهجة الجزائرية أحسن منا. اليوم نحيو كامل اللي رامي يسمعوا فينا، راكو تسمعوا في نيو جيل على جيل فام من الجزائر، نسمعوا أغنية شباب بزاف أنا جزائري مع جروب الداي ونرجع لكم، بقوا معنا. Cantando libertad Ana Jazairi Yay, Mar del Ahrar Mar del Ahrar Min day jitik jual Nahki al hal Tbedil al hwal Jitik nahki al silm Fi kul qtar Wash li sar Fadar furu kabul غزه بغداد سلام نقول يا سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار يا سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار يا سلام عليكم يا سلام 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 cantar el ritmo de la música me hace soñar me hace volar me hace viajar hasta el cielo infinito lo quiero declarar ana jazairi yeah mar del ahrar yeah fi blad el ahrar w shams tban yeah ma nsdou el bibar وشي اللي كان محكي في القطار يا ما نساو الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح يا وسلم في البصار أنت جزائري يا مرض الأحرار يا سلام عليكم ناس الحضار يا سلام عليكم سلام 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 س
تحية وألف سلام من الجزائر لكل مستمعات ومستمعي إذاعة جيل أف أم. الوقت جاز بسرعة وهذه الأوقات شابة والمليحة. نذكر أنه هذا البرنامج سيعاد بثه عبر إذاعة الواب إذاعة جيل أف أم واب. صفحتنا على الفيسبوك نيو جيل راح نحط لكم لاباج تاع اذاعه جيل اف ام واب هكا باش لما يكون راح يجوز البرنامج تلقاو الاعلان عنه في صفحه البرنامج. كنزة الشيء اللي قلته لك نعاوده لك، يعطيك صحة اولا انك شرفتي الجزائر احسن تشريف، وربما غدوه من غدوه تشاركي في برنامج عالمي على بالي قال الوطن العربي راح يتشرف بك كبنت جزائرية. وكما قال إيوان وقالوا كثير من المعجبين تاعك، أنت بنت عربية تمثلي كامل الوطن العربي، وإحنا خاوة يعني كاين حدود فقط جغرافية بيناتنا لكن يجمعنا تاريخ يجمعنا عادات وتقاليد. كاين برك سؤال إلحاح كبير في الصفحة، هل راح تزوري مصر في أقرب وقت؟ لأنه كاين سؤال وطوك حتى التاريخ يوم 15 فبراير. يوم 15/2 والله شوف والله ماذا بيا، يعني شي حبته أنا حابة أنه نكون في مصر في أقرب وقت، يعني لو يجي ويشوفوا أنه ممكن شوقي أكثر من شوقهم أنه يشوف مصر، لكن حاليا والله ما عنديش فكرة أي تاريخ رح نكون، لكن إن شاء الله يا ربي عن قريب إن شاء الله. أكيد راكو على تواصل دائما مع كنزة مرسلي عبر المواقع التواصل الاجتماعي، حتخبركم بكل جديد. إحنا عبر إذاعة جيل أف أم كل ما يكون عندك جديد أي خبر رانا في الخدمة. يعطيك الصحة. قبل ما نختم معك أكيد خليني نرحب بتحية كبيرة وترحام كبير بالسيدة الوالدة اللي لازم نسمع صوتها وشي تقولي هنا في ختام البرنامج. حنا شكرك أنك دعمتي كنزة وربي يحفظها لك إن شاء الله ويحفظك ليها وتكمل المشوار تاعها. نشكركم على هالإضافة استضافة عفوا. وش نقول لك يا محسن، راني نشوف فيك وش نقول لك ما شاء الله، يعني عندك واحد السيستم واحد التكتيك في التقديم. تقول شي راك قريت مع بالي شويه ما كتبش عليك ماشي ماشي تيابسي والله قريت والله العظيم ماشي ما شاء الله ما شاء الله كيفاش تقدم كيفاش الاغنيه كيفاش مي فريمون تاع الجنود الخفاء نوجه لهم تحيه كريم نوجه لك تحيه كبيره بزاف بزاف. يقول لك كريم كان عرفناك تشكريناك نجوزناك حتى منيا. لا 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 نورمال انا صافي بليزير بلي راني معاكم وربي يعيشك، يعني وزت كاليفيي من المذيعين ومن المقدمين الكبار الكبار الكبار. هاي تحيتك جتيغي شابو ميرسي ميرسي ميل فوا. يعطيك الصحة. شرفت الجزائر والحمد لله كي عندنا واحد كيما نتايا يعرف يهدر وما شاء الله خويا العزيز يطول عمرك. نفتح برك ماما لأنه محسن ولا مثال يدرس يعني. والله يعني أنا درت تكوين مدته 12 يوم مع أستاذ، طرحنا اسم محسن وقلنا من أكثر الحمد لله يعني مش أنا يعني نشرف بواحد كيما أنت يا مشرف. يطول عمركم شكرا. ربي يعيشك وربي يخليك لبلادك إن شاء الله. يطول عمرك إن شاء الله ربي يخليك إن شاء الله. هذه تحية ثاني بين قوسين للأم دياش بزفرة عبلة والابن طارق نسلموا عليهم بزاف. سيدي دو فوتون إيجيبت بور سي 14 شرفتها، نقول لهم انه انا لو ما كنتش متشرفه بيكم عمري ما كنت حنشرفكم. هذه هي كلمتي. وبصوتك باش نختمو؟ بصوتي ختمو بحاجه كارو سمح. يلا قبل خليني نشكر كامل اللي سمعونا اليوم وبقوا دائما على امواج جيل افام 94.7 افام. ضيفتنا كانت الفنانه الالماسيه كنزة مرسلي. يعطيكم الصحه اللي تابعتونا، نتلاقاو في اقرب فرصه. تهلاو في روحكم بقاو على خير. تفضلي كنزة. يحكوا عن اللي بدون يحكوا، يشكوا من اللي بدون يشكوا، ببقى بعمل انا اللي بحسه واللي بقلبي علساني. تركني يا حبيبي احلم ومن هالدنيا اتعلم، من بكره انا ما بخاف ما بتغلبني.
لساني يا ما قالوا علي غريبي منهم أفكاري من قريبي ويلي زعلان بيرضع مهلو واللي بقلبي علساني. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صامر عين ولفك كيف سهل وفرقك أما قدرت عنه ولفك كيف سهل وفريقك أما قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية وسطيف العوالي باليدي نارها في قلبي قادي الله هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك هم قدرت عنه